Good day. I wish you a warm welcome at Gulf Printer back at the Ricoh booth. My name is Dennis Moll. I'm responsible for commercial and industrial printing industry for Ricoh, covering the Middle East, Western Europe and African region. The reason why the first time we joined this booth as a Ricoh stand is just to support our partners and to demonstrate and support the partners providing the solutions to the end customers. Last year we became the 2018 cut sheet collar market leader, and we at Ricoh fully believe also in this region that we can grow the business, and that's why we will invest a lot of money in the coming years to bring and provide solutions to the market and to add value to applications. This is the third day of the event, and to be honest, we are quite satisfied and pleased with the result. We have a lot of attention on the booth, and we expect good results from this booth. So we have another 1.5 days to go, and very pleased to be here. الحقيقة مبسوطين جدا بمشاركتنا في جلف برينت السنة دي. يمكن في السنين الماضية اشتركنا من خلال موزعينا في شركة في الإمارات، لكن السنة دي قررنا ان احنا نشارك بنفسنا از ريكو انترناشونال اند ريكو ميدل ايست. الحمد لله وي ار جروينج، بننمو بصورة قوية في منطقة الشرق الأوسط وفي الأسواق الرئيسية زي سوق السعودية وسوق الإمارات والسوق المصري. يمكن السنة اللي فاتت كمان في السعودية حققنا المرتبة الأولى في الماكينات الألوان للبرودكشن برنت، بنبني على نجاحنا في السنين الماضية، عشان كده شاركنا في جلف برنت. بنعرض تقريبا كل حلول ريكو للطباعة التجارية والصناعية في خلال هذا المعرض، لارج فورمات، كات شيت، دايركت تو جارمنت، كل الحلول موجودة. بنحاول نساعد شبكة موزعينا في مختلف مناطق الشرق الأوسط بتواجدنا هنا. راضيين بصورة كبيرة جدا عن الحضور في الأيام الأولى للمعرض، وآملين كمان في حضور أحسن النهاردة وبكرة إن شاء الله. بنوعد طبعا كل عملاء ريكو وكل شركاء ريكو في الشرق الأوسط إن احنا هنشارك تاني إن شاء الله في المعرض، في معرض جلف برنت في السنين القادمة، وبنوعدهم بمنتجات جديدة بتديهم كومبتيتيف إيدج ومنافسة أقوى في أسواقهم المختلفة. وطبعا بنشكر كل عملائنا اللي شرفونا في زيارتنا في معرض الخليج، وطبعا كل شركائنا والبارتنرز بتوعنا اللي جم شرفونا في جلف برنت.